أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا كفاءات أردنية. ضيفة حلقتنا لليوم أستاذة قديرة وكفاءة أردنية جديدة، الأستاذة أم أشرف. أم أشرف مجال عملها في الخياطة والتطريز، رح نتعرف بحضرتها. أهلا وسهلا فيك حبيبتي أم أشرف. هلا حبيبتي، أهلين. أهلا وسهلا، كيف صحتك؟ تمام الحمد لله، منوريتنا عبر قناة جوستات. الله يسعدكم، وأنتم أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. الله يسعدك حبيبتي. بنحب نعرف المشاهدين بحضرتك. أنا اسمي ميسر محمود، من أدوني أم أشرف. إلي بهالشغل تقريبا حوالي 25 سنة. تمام. بلشت بشغلي يعني للجارات ولصاحباتي، تعلمت خياطة في مركز الجمعية عادية، كانت اسمها جمعية نابلس الخيرية. ما شاء الله. وأنا أصلا من صغري بحب الخياطة وبحب التطريز وبحب الأشغال اليدوية. جميل. وبعدين يعني اي حدا يعني بحب شغلته بيبدع فيها. مزبوط كلام. فانا من بدايتي كان عندي يعني طموح اني اكبر واني اشتغل اشياء مش نفس الاشياء اللي بظن اشتغلها. فانا بلشت بالخياطه، خياطه عاديه يعني اللي هي القميص والبنطلون والتنوره وإشي. بعدين صار في عنا طلب على التطريز. نعم. يعني صار كثير بنات يجين علي ونسوان يطلبن مني ايش؟ اني اطرز لهم ثياب، اطرز لهم قمصان. فانا كلبت. نعم. اموري وصرت اشتغل بموضوع التطريز، وموضوع التطريز موضوع يعني ثياب التطريز كثير كثير يعني في ابداع وفي صحيح. فن. وثاني شيء تراثنا، يعني احنا كمان يعني لازم انه نظل محافظين على هذا التراث، لانه صحيح. جيل عن جيل جيل عن جيل بطلوا الناس يعرفوا هم شو كانوا زمان يلبسوا. فيعني هسه انا في بنات بيجين عندي بيجيبن مثلا ثوب لستهن مثلا ملبوس من كذا سنين، فبيكون بس هو التطريز اللي ماسك والفستان اصلا مهري. فاحنا بنشيل هذا التطريز وبنحط على قماش جديد، فبتطلع عنا يعني تحفه، يعني ما بتصدقي انه هذا الفستان كان وهذا شو صار. فبنطلع منه قطعه كثير حلوه. جميل ما شاء الله عليك. الله يخليكي. استاذتي ام اشرف للخياطه والتطريز، ندخل بالتفاصيل ونوضح للساده المشاهدين ايش هي الخدمات والمميزات اللي بتقدموها حضرتكم. هسا احنا اهم شيء في مشروعي انا او. نعم. في مجال عملي اني انا بخدم شريحه كبيره من الطبقه الفقيره او الطبقه اللي ما سمحت لها الظروف انها تكمل تعليمها وانها تطلع مثلا تشتغل، وثاني شيء ظروفها البيتيه ما بتسمح لها انها تطلع مثلا تشتغل برا. نعم. فانا عندي تقريبا ولا 200 بنت بيشتغلن في بيوتهن، بيشتغلن بالتطريز. هن بكونن هذول يعني من زمان عندهن هاي الحرفه وعندهن هالمهاره يعني، ويعني واوضاعهن بصراحه يعني بصراحه كثير اوضاع يعني كثير يعني صعبه، اللي بتكون مثلا ارمله واللي بتكون مثلا جوزها متوفي وإشي. فهذه المهنه مهنه كثير كثير حلوه. صحيح. وكثير يعني لازم حتى الحكومات كمان تدعمهم، لانهم هم البنات قديش بدهم ياخذن يعني باخذن على الطب 3 دنانير 4 دنانير، لكن هو هيك سعره. صحيح. شايفه كيف؟ فاحنا يعني هاي الخدمات اللي بنقدمها، فالحمد لله يعني كثير في شريحه بنستفيده من وراء هذا الشغل. مشروع المطرزات كثير كثير كثير. جميل. يعني كثير مشروع رائع. حلو وبفيد الطبقات اللي هي يعني البنات اللي ما تعلمن، البنات اللي ما رأى مثلا ما بصح لهم يطلعن يشتغلن، فباخذن الثوب وبشتركن مثلا كل 3-4 بيشتغلن بهالثوب وبيترزقن منه يعني. فهو مشروع كثير كثير حلو يعني ما شاء الله. ثاني شيء انت لما تخيطي ثوب يعني بتحسي فيه الابداع، بتحسي فيه يعني شوفي كان زمان كيف جداتنا كانن يشتغلنه يعني سبحان الله. يعني هسه انت تتطلع على هالقطعه يعني ما حدا بيصدق ان هذا شغل ايد، يعني في كل الابداع وفي كل المهارات، وفي مثلا الزهور، في مثلا الطيور، في يعني شغلات بتحكي من الطبيعه يعني ما شاء الله. عدد العاملات بهذا المشروع تقريبا يعني؟ هسه انا اللي بيشتغلوا عندي بحدود 8 اللي مقيمين عندي يعني. نعم. والبرة طبعا في يمكن 200-250 بنت اللي بيشتغلن في بيوتهن. مشروع المطرزات التطريز طبعا 200. ما شاء الله. فالحمد لله يعني مشروع حلو. وانا كمان يعني سياستي. نعم. سياستي اني انا اشتغل يعني بحق الله، يعني انا قطعتي ببيعها. نعم. بتكون فيها اتقان وفيها دقه وفيها فن يعني بسعر كثير يعني بسيط.
بسعر بسيط بجودة عالية. نعم الحمد لله، يعني أنا بحاول قدر الإمكان بقول الحمد لله، يعني رضا، يعني الواحد يعني بلا من هاي الأسعار الغالية والأسعار اللي يعني ما أنت عارفة أوضاع الناس كيف يعني. نعم، نتحدث عن أنواع الخيوط، أنواع الأقمشة، الماكينات المستخدمة. هسا إحنا الخيوط اللي بنستعملها نستعمل خيوط الدي أم سي الفرنسي، يعني أنا ما بشتغل إلا فيها، يعني من زمان من زمان معروفة إنه هو الخيط الفرنسي واللي هو الدي أم سي أحسن خيوط، يعني بدوم للمستقبل أكثر، وثاني إشي ما بتغير مع الزمن، يعني لا بحل ولا بتغير لونه، وبعدين قوي على الشغل، وواحد مشتغل يعني هي مش مفرقة، يعني الواحد يستعمل مثلا طب بدينار ولا يستعمل طب ب75 مش مفرقة هالمبلغ، أنت عاملة ثوب وهذا الثوب ده يخدم سنين، فالواحد لازم يستعمل يعني أحسن خيط. صحيح. والأقمشة اللي بنستعملها الأقمشة برضو كويسة، يعني أقمشة من الكريب والشيفونات بنشتغل على كل الأقمشة. الحمد لله. حبيبتي، نتحدث عن الصعوبات والمشاكل، أي عمل إلا ما يواجه صعوبات ومشاكل؟ أكيد. هسا أنا أكثر صعوبة بتواجهني بالشغل إنه ما في أيدي عاملة. نعم. هسا إيات يعني صعب جدا جدا تلكي بنت يعني خياطة مثلا إنك تجيبيها وتستعيني فيها، ما في. وحتى الشباب كمان ما في، يعني إشي غريب، يعني هاي المهنة كثير ممتازة، يعني هسا الخياط يعني راتبه كثير ممتاز، يعني بيفتح بيته وبعيش يعني بكرامته، فهمت علي؟ لكن الغريب في الموضوع انك انت ما بتلقي خياطين في البلد، فهمت علي؟ يعني بصراحة يعني والله، يعني احنا لولا مثلا يعني بيجونا مثلا من برا مثلا من مصير، بيجونا من سوريا، من هون ايدي عاملة، صعب جدا تلقي شاب هون يعني مثلا اردني تستفيدي انه يعني مثلا يعاونك في الشغل، ما بيتجهوا لهذا المجال، مع العلم انه هذا المجال، انا ابني ما شاء الله جامعي، درس جامعة، والله حكيت له انه يعني ما انت ليش يعني تروح تشتغل مثلا برا، يعني كدش بدك تاخذ راتب، فانا بلشت معه صرت اعطيه بدورات قص، وهيو بدي يساعدني، وبعد عمر طويل هو بمسك هالمشروع، يعني هذا مشروع انا تعبت عليه يعني، وانا الحمد لله ما عنديش الا الولد، والحمد لله ان شاء الله انه يكفي المشوار، وان شاء الله يعني حتى انا احفادي باذن الله رايحه اعلمهم تصميم ازياء، يعني انا ما صح ليش انا ما صح لي مجال اني اطلع واتعلم، واني يعني انا الحمد لله يعني بنيت حالي شوي شوي، يعني انا بدايه ما انا تعلمت خياطه كثير كنت اواجه صعوبه اني مثلا اشتغل، يعني تعلمت بس رؤوس اقلام في الخياطه، بعدين صرت استعين بالبورده، استعين بالبورده يعني تني افيد حالي، يعني تيجيني واحده بدها طقم، طب انا يعني ما اخذت مثلا الجيكيت الرسمي. نعم. صرت استعين بالبورده واكبر واصغر وإشي، والحمد لله مشت. لما انا كثر علي الشغل استعنت برضه بشباب محترمين كويسين عندي، يعني انا برضه يعني خياط كثير محترم وابن البلد وما شاء الله عنه كثير بيساعدني يعني. فالحمد لله يعني امورنا ماشيه. الحمد لله. والله. حضرتك شو بتحب توجهي رسالة لجيل الشباب كونه يعني مثل ما حكيتي بتلاقي صعوبة بالأيدي العاملة، ويعني لازم يصير في تحدي لثقافة العيب فعليا حتى نتخلص منها؟ والله إن أنا بحكي لك شغلة، إنها مهنة الخياطة مهنة ذهب، ثاني إشي المهنة الوحيدة اللي ما بتحتاج لا راس مال ولا مبالغ، هي راس مالها تروح على مركز تتعلم لك دورة خياطة، ويعني وشوي شوي بتعلم بسهولة الواحد. صحيح. وثاني اشي يعني شغلة كثير مربحة وشغلة كثير كويسة، يعني حتى اللي بيقدر يخيط ممكن يفتح ببيته، يفتح مثلا بالحارة بيستفيد، يعني هسا مثلا اللي بدرس جامعة، ما انت يعني هاي البلد يعني ما شاء الله تبارك الله أمة لا إله إلا الله فيها، شو بدها توظف يعني شو بدها تتحمل، لكن المهنة هي الشغلة الوحيدة وين ما رحت بتشتغل فيها، وين ما تغربتي وين ما رحتي بتعيشي وانت ساتري امورك، فهي شغلة الخياطة. والله انا يعني انا تعرفي انا ربنا يعطيني، لو الله يعطيني مجال بفتح مراكز تعليم خياطة ما شاء الله، لانها هي يعني هي المهنة الوحيدة اللي يستحيل تلك خياط شاطر قاعد بدون شغل. نعم. نتحدث عن رؤيتك المستقبلية، أكيد عندك طموح وبتطمح لتوسيع مجال عملك. هو زي ما حكيت لك بدي أعمل إن شاء الله، أن الله أعطاني وخلاني بدي أفتح مركز كبير وأعلم فيه البنات وأعلم فيه الشباب على الخياطة، لأنها مهنة كثير كثير منيحة. صحيح. ومهنة يعني مردودها المادي برضو ممتاز. صحيح. يعني اللي بيخيط وبكون شاطر بستر حاله وبستر بيته.
صحيح كده. الحمد لله. الحمد لله. نيجي لنعمة الأمن والأمان، إيش بتعني لك نعمة الأمن والأمان؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يعني أنا أنا عايشة في هاي البلد تقريبا 35 سنة. نعم. فعلا أكثر إشي أنا بحمده على موضوع الأمن والأمان. يعني احنا اكثر من يوم اكثر من يعني اكثر من مره واكثر من مره منا وبابنا مفتوح. صحيح. يعني الحمد لله انا قديش عمره ما انسرق لنا شيء، عمره ما صار عندنا اي مشكله، فالحمد لله هاي البلد ان شاء الله انه ظل الامن والامان موجود وظل سيدنا بصحته بعافيته بقوته بمحبته. يعني سيدنا سمعته زي الليره الذهب. صحيح. فالحمد لله يعني أمورنا الحمد لله تمام، وإن شاء الله ربنا يبعد عن هاي البلد أي مكروه، ونظلنا بهالهدوء، ونظلنا يعني إحنا كلنا نقول يا رب، يعني يا الكل رب. نبكى قاعدين صاحباتنا يا رب الله يبعد عن هالبلد أي مكروه وأي مشاكل. أمين يا رب. فالحمد لله رب العالمين، وربنا يطول بعمر جلال سيدنا. الله يخليك. أستاذ تيم أشرف، الملك قريب من الشعب، لو حالفك الحظ والتقيت بجلالة الملك، شو بتحب توجه له رسالة؟ الله يطول عمره ويخليه فوق روسنا، وربنا وإحنا كنا معه، وهو قلبه كبير. نعم. وإحنا يعني عايشين في هالبلد بحسه. نعم. وربنا يبعد عنه كل الأشرار ويعطيه طول العمر. الله يسعدك ويعطيك العافية. الله يسلمك حبيبتي، نورتينا حبيبتي. الله يسعدك، شرفنا بمعرفتك. شكرا لكم والله. وحضرتك بنحب انك تعرفينا بموقع المحل اكثر. عنواننا صويلح دوار الكمالية، اول يمين، ثاني شمال، اول تقاطع، محمود عودي للإسكان، رقم العمارة 65، رقم التلفون 079-61-38-029. ستظهر ارقام المحل وموقع المحل عند الزميل عمر الدوايمة. شكرا لك أستاذ. هلا حبيبتي، شرفت والله. شكرا لدعمك. ميت أهلا وسهلا.